I mean, doesn't that video seem racist against Egyptian people anyways? Like, I'm sure it means well and to warn me. I know Mo translates, you know, doesn't like Nader. وبيكلمني يقول لي ايه انا قرفان من البلد واني تعبان واني عايز نطلع من هنا ودي مقبره وانا مش لاقي نفسي. نفسك ايه يا حيوان؟ نفسك ايه يا ولا؟ مش بيسهروا بقى يا اخويا قدام الماتش للساعه 3 الصبح و2 الصبح على القهاوي وتصحوا الساعه 12 و1 الظهر واخرك تقعد على الفيسبوك؟ يا اخويا قوم اشتغل يا اخويا، ما تقوم تشتغل. لو فاكر ان امريكا دي مراجيح ومرجح مولد النبي وجاي علشان تلعب وتتفسح وفاكرها نسوان وهرتلة تبقى حمار. ومحدش هتلاقي حد فضيلك. امريكا اللي فيها صاحب ولا صاحبة ولا نيل، كله عايز مصلحته وكله بيجري على مصلحته وكله عنده شغل الصبح ومحدش فاضي الصبح. لا حد فضيلك يظهر معاك ولا يقعد معاك، وهتلاقي عندك فواتير قد كده الدولارات مرمية في الشوارع ولا حاجة. لا يا خد البلد رأس مالي، هم اللي اخترعوا رأس مالية وكل حاجة هنا معاك يبقى يلزمك، ما معكش اخويا يبقى ملزمكش. لو فاكر ان نسوان هتموت عليك عشان انت مصري وفاهم ان الامريكيات بيحبوا المصريين، مش يا اخويا؟ لا 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 لا، انا عندي صاحبي راح وجاب مزتين عجب وتصور معاه. ما تصدقش يا اخويا الفيسبوك يا اخويا، كله على الفيسبوك بيطلع على كل المصريين اللي هنا وانا بنفضحهم لك اهو، كلهم بيطلعوا على الفيسبوك يعملوا يا ما هنا يا ما هناك، ومتصور لي مع حريم ومتصور لي مع مش عارف ايه، هو في البحر وماسك البيره وماسك النسوان وماسك مش عارف ايه. كل دي يا اخويا تصوير على الفاضي يا اخويا، ده في الاخر بيشتغل يمسح اطباق اللي انت شايفه ده. ولو الراديو اتصوروا معاه في المطعم بتبقى جرسونه شغاله معاه ولا حاجه، ويوم طلعوا على البحر ولا حاجه فعزموه فجه معاهم فخد له الصورتين دول وبيتنطط بيهم عليك على الفيسبوك عشان انت تحس ان هو عايش يا ما هنا يا ما هناك. فما تفتكرش ان هو بقى مليونير عشان ايه متصور لك جنب عربيه مرسيدس، ولا بقى حاجه كبيره عشان خاطر ماسك بنت حلوه واقفه جنبه ولا بتتصور معاه. لا يا اخوي، بيمسح اطباق طول اليوم وبينام في شقه فيها 10 انفار عشان يوفروا في السكن، لان الشقق غاليه جدا. وتبص تلاقي ايه طالع لك على الفيسبوك عامل لك فيها باشا تيشرت اديداس على 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 لمؤاخذه جزمه نايكي، ويقول لك انا بقيت باشا. ماشي يا اخويا، عشان اللي يجي هنا يبقى عارف ايه هتموت من الشغل، بس في المقابل امريكا هتخليك مش محتاج حاجه. انما اللي جاي يلعب، لا يا اخويا خليك يا اخويا قاعد تتفرج على الماتش للساعه 7 الصبح في القهاوي، واخد لي بالك ازاي؟ وبعدين تطلع تتمشى على كورنيش النيل، وبعد كده تطلع تاكل لب وترمس عشان البلد دي ما فيهاش كده. الشغل هنا شغل من نار، في امريكا الشغل من نار، والناس كلها بتشتغل بضمير ولا مؤاخذة عشان في ناس متعرفهوش. والحياة الهبلة دي ما حدش بيعيش هنا كده، ولو عشت هنا كده هتروح في 60 ده يا اخوي. عرفت ليه هم اعظم دولة في الدنيا ومتحكمين في العالم كله اقتصاد وفلوس؟ عشان رقم واحد في حياتهم ايه؟ الشغل بضمير. فانت لازم تعرف البلد اللي انت جايها قبل ما تجيها، عشان الناس كلها هتموت على الهجرة وهتموت على السفر، وبيروحوا يعملوا في السفارة أفلام عشان ياخدوا تأشيرة السياحة ويجوا هنا يكسروها ويتجوزوا أمريكية ويلبسوا الخابوه. إيه والله بيلبسوه، ويرجع في الآخر يتصور لك على الفيسبوك ويقول لك أنا يعني ياما هنا ياما هناك. لا يا أخويا فوق، إن النسوان مش هتموت عليك لازم تحط ده في بالك. فأنت قبل ما تيجي البلد دي لازم تبقى عارف أنت عايز إيه. عايز منها تعليم، عايز فلوس، عايز حرمة تتجوزها، عايز تعيش محترم. لازم تبقى عارف انت جاي امريكا هدفك ايه، مش الهدف ان انت تيجي. الهدف ان انت بعد ما تيجي تبقى عارف هتمسك الهدف ده تشتغل عليه من اول ليلة، ولا هتضيع في المخدرات وفي النسوان وفي الخمر وتروح في 60 داهية.